سيد إغنيم وهي قضية المستوطنات. اليوم نتنياهو كان له تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي قال فيها بأنه يبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضية ضم مستوطنات الضفة الغربية. هل تعتقد بأن هذه الأمور أو هذه التصريحات ستزيد الطين بلة فيما يتعلق بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في ظل هذا الرفض الفلسطيني الذي نراه من دور الوساطة الأمريكية بشكل قاطع؟ أكيد إنه كل مبادرة إسرائيلية لبناء مستوطن جديد حسب الإرادة والمصلحة السياسية تبع حكومة إسرائيل هي مرحلة صعبة أو شغلة صعبة جدا من ناحية الجانب الفلسطيني. اللعب معروف من زمان، يا هيك يا هيك، اللي بيستفيد أحد من الجوانب بيستفيد والتاني شيء بيخسر. هيك القصة، هيك التوازن بين الجانبين. أذني المبادرات الإسرائيلية لبناء مستوطنة أو مستوطنة جديدة أو أفراد يعني داخل الدفة هي بمبادرة نتنياهو، بس برعاية معينة. بقدرش أقول إذا الرعاية هي واسعة أو مش واسعة، بس برعاية الأمريكان بدون موافقة أمريكية لبناء مستوطنات في الدفة ما بيكون أي تقدم من الجانب الإسرائيلي. هيك اللعب الاستراتيجي أو المركزي اللي موجود على الطاولة بموضوع المستوطنات اليوم. في تخصصيات بموضوع المستوطنات، حكومة إسرائيل تعرف التخصصيات، بدهاش تحرك الميدان، بدهاش تحرك خلينا نقول الاتحاد الأوروبي كمان ضد السياسة الإسرائيلية بموضوع المستوطنات، بدهاش كمان بتحرك الاشتباكات بين أو استفزازات بين المستوطنين للفلسطينيين في الدفة مثلا بموضوع المستوطنات. بس المهم هو أنه جدول الأعمال أو الأولوية الإسرائيلية بموضوع المستوطنات هي دائما بشكل عام، ما بحكيش على مستوطنة معينة، بس بشكل عام هي دائما بموافقة عامة أمريكية. ما بحكيش على اعلانات رسميه، بحكي على تنسيق مشترك. واذني في هذه الصوره الموجوده داخل البيت الابيض وكمان السفير الامريكي اللي موجود في اسرائيل، في تنسيق معين بين الجانبين لبناء مستوطن جديد في الضفه رغم الغضب الفلسطيني، ونعرف الغضب هذا. نعم، قبل اغلاق